تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. طبعا في هذا البرنامج نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، ونفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال ملاحظاتكم وآرائكم واقتراحاتكم حول يعني الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي عبر مراكزها الصحية ومستشفياتها، وأيضا عن القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات كذلك بشكل عام. فأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. معكم من خلف الميكروفون محمود يوسف العلي، وفي التنسيق معانا شيمة التناك وحمدة المعيوف، وهذه تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام، وفي الإخراج معانا ناصر محمد سليم. إذن مستمعينا، يعني باقي من الزمن 17 يوم على انتهاء المهلة المقررة لانضمام غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي في دبي إلى منظومة الضمان الصحي قبل بدء سريان الغرامات المقررة والمحددة بيوم الأول من يناير 2017. كما نود التنويه بأن هيئة الصحة بدبي ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي وبرنامجكم اليوم برنامج صحة وسعادة ما زلنا نتلقى العديد من الاستفسارات من أفراد المجتمع حول قانون التأمين الصحي، الفئات المستهدفة، وموعد بدء الغرامات، والعديد من التساؤلات التي سبق وأن أوضحناها بالتفصيل وردوا عليها المسؤولين والمتخصصين. لذلك نوجه عناية السادة المستمعين أننا ما زلنا نستثمر كل الفرص وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتواصل مع أفراد المجتمع والرد على كل تساؤلاتكم. واليوم كذلك ما نفتح المجال لكم، حلقتنا اليوم مخصصينها للتأمين الصحي، فاللي يبغي يسأل أو يستفسر بعد الفاصل الأول بيكون معانا بإذن الله تعالى دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي. أيضا في عندنا كذلك ما نتوجه إلى الزميلة أسمى الجناحي. أسمى الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة بدبي. أسمى صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور والسرور أخي محمود. اليوم شو موضوعكم؟ اليوم عندنا أكثر من شيء صراحة، بس نبدأ مع الرسالة الصباحية اللي نحن عودنا أصلا متابعين السوشيال ميديا وحين نعود متابعينا في الإذاعة. تفضلي. الرسالة اليوم هي تقول لا يوجد إنسان لا يخطئ، ولكن الفرق بين الناجح والفاشل هو أن الناجح استفاد من تلك الأخطاء وكون لنفسه خبرة كبيرة، والفاشل توقف عند أول خطأ. صحيح صحيح. فهاي رسالتنا، رسالة اليوم جميلة جدا، فيها يعني الإيجابية وفيها أيضا إصرار على النجاح، لأن ما في إنسان لا يخطئ. صحيح. واللي ما يخطئ يعني ما اشتغل. فهذه كان مغزى الرسالة. جميل. اليوم أنا كنت أسأل شو عندكم في موضوع العيادة الذكية. العيادة الذكية، بس نحب نذكر أن العيادة الذكية هي مبادرة من هيئة الصحة بدبي تهدف إلى نشر الوعي الصحي عبر قنوات التواصل الاجتماعي، فنستخدم فيها إنستغرام لايف، سناب شات، وبريسكوب، وتويتر، وعلى هاشتاج العيادة الذكية. اليوم بنتكلم عن التأمين الصحي، لأن الكثير الكثير من المواضيع والأسئلة والموجودة في السوشيال ميديا عن التأمين الصحي، فخصصنا هاي الحلقة بس تكون عن التأمين الصحي. واللي عنده أي سؤال من الساعة 11 لين الساعة 1 يقدر يسألنا، أو يقدر يسألنا من الحين على الهاشتاج وراح نجاوب عليه وقت من الساعة 11 للساعة 1. الهاشتاج شو هو؟
العيادة الذكية، العيادة underscore الذكية. جميل. نحن أيضا حلقتنا اليوم مخصصين كذلك للتأمين الصحي في صحة وسعادة، يعني بيكون عند المستمعين 3 ساعات من الأجوبة وفتح قنوات التواصل كذلك للإجابة على مختلف الاستفسارات التي ترد حول هذا الموضوع. أسمى الجناحي، في شيء تبغين تضيفينه ولا نختم معك؟ بس أحب أقول لهم إن يتابعونا على الفيسكوب، يقدرون يتواصلون مباشرة وفي نفس الوقت ويشوفونهم لايف على حسابنا على الفيسكوب، بس يتابعونا الساعة 11 إن شاء الله. مشكورة يا أسماء الجناحي، مسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذه الإطلالة الصباحية الدائمة المليئة بالإيجابية، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، مثل ما وعدناكم إن شاء الله، يعني اليوم فاتحين القنوات كلها على موضوع التأمين الصحي، عشان شو؟ عشان ما نسمع أي حد يقول إن والله ما يدري يأمن ما يأمن. اللي عنده أي استفسارات، اللي عنده أي شيء، بيكون معانا بعد الفاصل إن شاء الله الدكتور حيدر اليوسف. لكن خلونا نتوجه إلى أهم الأخبار اللي طالعتنا بها وسائل الإعلام. أهم العناوين عندنا يقول الجوع يساعد على إعادة ترتيب عمل الدماغ. وفقا لمجلة نيرون، قام علماء من الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على يرقات ذبابة الفاكهة للتأكد من آلية تأثير الجوع على الجهاز العصبي. وخلال الدراسة توصل العلماء إلى أن الجوع أو نقص السعرات الحرارية له تأثير على عمل الجهاز العصبي لليرقات، وهذه الآلية من التأثير تحدث على مستوى الاتصالات المشبكية في الخلايا العصبية، فبعد أن يجوع الجسم ب3 ساعات فقط ينخفض نشاط الخلايا العصبية بمقدار النصف. طيب، هذا الخبر على عكس تماما، نجد أن علماء الجنين، علماء يقولون الجنين في الرحم يميز الكلام. فوجدت مجموعة من العلماء السويديين والأمريكيين أن الجنين البالغ من العمر 10 أسابيع في رحم أمه قادر على السماع وتمييز الأصوات والتعرف على صوت أمه. فبعد أن ساد الاعتقاد بأن الجنين غير قادر على تمييز الأصوات منذ عمر 30 أسبوعا، أكد علماء من السويد والولايات المتحدة أن الجنة قادرة على تمييز صوت أمهاتهم في عمر 10 أسابيع. طيب، نحن يعني وصل معنا الدكتور حيدر اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي. ما أدري الدكتور اختار لك مايك أول شيء عشان نصبح عليك. هذا أوكي؟ زين، ممتاز. صباحك الله بالخير دكتور. الله بالنور والسرور يا مرحبا. اليوم نحن مخلين الحلقة كلها تماما حق التأمين الصحي، فعشان شي حتى قبل الفاصل طلعناك حاضر. عشان نعطي أكبر فرصة للمستمعين اللي حابين يتواصلون معانا في الاستفسارات حول التأمين الصحي. فيعني قبل الفاصل دكتور كلمة تبغى تقولها. صحيح. طبعا مثل ما تعرف أخوي محمود، ويمكن تكلمنا كذا مرة، تم اعتماد قانون التأمين الصحي في إمارة دبي، أو قانون الضمان الصحي لإمارة دبي، اللي هو القانون رقم 11 لسنة 2013 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في 24 نوفمبر 2013. ومن هاك الوقت بدأت الهيئة في التطبيق التدريجي لمنظومة الضمان الصحي في الإمارة. وتم تطبيق المنظومة على عدة مراحل. كانت المراحل هاي مقسمة كالتالي: بدأت الهيئة في التطبيق على الشركات الكبيرة اللي كان لديها أكثر من 1000 موظف، وكانت المرحلة النهائية بالنسبة للشركات هاي في نهاية العام 2014، يعني أكثر من سنة من صدور القانون كان فترة دخول الشركات المرحلة الأولى. شركات المرحلة الثانية اللي هي كان يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف، كان مرحلة دخولها للقانون هي منتصف 2015، ومن ثم منتصف 2016 كانت بالنسبة لباقي فئات المجتمع اللي هي موظفي الشركات الصغيرة اللي يقل عدد موظفيها عن 100 شخص، بالإضافة إلى أفراد أسرة المقيم إذا ما أوفر لهم صاحب عمل الزوج أو رب الأسرة التأمين الصحي، كذلك أعمالة المنازل بالنسبة للمواطنين والمقيمين الموجودين في إمارة دبي. ومثل ما تعرف كان المرحلة النهائية في شهر 6، في نهاية 6 2016، أعلنت الهيئة عن الانتظار في البدء في الغرامات، لكنهم قانونا التزام الجميع بالتأمين الصحي كان من منتصف العام هذا. أعلنت الهيئة أنها راح تبدأ الغرامات على المتأخرين في الحصول على التأمين الصحي
في بداية العام الجديد 2017. دائما نحب نذكر ونقول الإخوان مهم جدا إحنا ما ننتظر آخر لحظة قبل البدء بالغرامة. أوريدي نشوف في طوابير عند مراكز التسجيل لشركات التأمين، يعني وصلنا إحنا إلى خلاص عنق الزجاجة النهائي. دائما نذكر الأفراد أن التأمين مهم جدا، حماية للفرد وحماية للكفيل، حماية لصاحب العمل، وبالتالي من المهم جدا قبل لا نوصل لمرحلة الغرامة أن إحنا ناخذ التأمين الصحي. ذكرتني دكتور يعني الواحد يوم يتريى بيفصل كنادير العيد، يتريى ليه أيوة. آخر يوم قبل وليلة العيد يروح الخياط. عموما فاصل مستمعينا وما نتواصل معاكم إن شاء الله، وبنستكمل الحديث مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التنظيم الصحي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. حمد شوفي لي الإخوان اللي كانوا يسألون عن التأمين الصحي على المسجات، واصلوا معاهم إذا يبون يطلعوا معنا على الهواء. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، حياكم الله معنا مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. اليوم موضوعنا عن التأمين الصحي، وطبعا معنا في الاستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التنظيم الصحي، ومنستقبل اليوم أسئلتكم وكل ملاحظاتكم على موضوع التأمين الصحي بيرد عليها الدكتور حيدر. اول مداخلة عندنا دكتور، اسمح لي عاد انا ببتدي اخذ المداخلات. ابو حمد تفضل. ابو حمد الو، صباحكم الله بالخير. بالنور والسرور، تفضل يا ابو حمد. استفسار للدكتور عيدة، بالنسبه للمواطنين اللي هم من خارج امارات دبي وعندهم بطاقات هيئه الصحه دبي، شو الموضوع بالنسبه للتامين عندهم، وهل يعني هم وضعهم الحين العلاج عادي بالنسبه لل، شو تقصد بطاقات صحه دبي؟ هل السعاده دكتور؟ لا اعتقد يطري الاخ البطاقات اللي بطاقات الهيئه. بطاقات الهيئة. نعم. هل ممكن يستفيد مثلاً عمل تأمين بالنسبة لل؟ زين. عندكم. تمام تمام. واضح أبو حمد. واضح. وثانياً بالنسبة ل السفر مثلاً جاء الزائر فيزا زيارة لفترة، شو وضعهم بالنسبة لموضوع التأمين؟ ممتاز. الفترة هذه اللي هي بيكون موجود فيها. واضح. دكتور أنا بأجل الإجابات، خلني بس أخذ مجموعة مداخلات ورا بعض. أحمد حسن تفضل. أحمد. ألو. يا هلا تفضل يا أحمد. أنا محمود، كيف حالك؟ الله يسلمك. نسمح عندي سؤال للدكتور الغربي عليك. عندي فضل. تجديد الوالد الوالدة 15 باكر، يعني إقامتهم بنتي. أنا أوردي صوت الفحص والله أحترم الفحص اليوم. فأنا بقدم حق التجديد المعاملة، إذا أخرت يعني هذا المهلة باقي 15 يوم، هل هذا الغرامات تشمل على الوالد الوالدة بس هذا؟ لأن أنا أوردي ماشية ما إنشورة، خدت الكوتيشن والكيس، بس شركة الإنشورنس قال لي إقامتهم انتهي باكر، زين قال لي أفضل أنت تجددها وتعال نفس اليوم. لا سمح الله، يعني إذا قدمت المعاملة أخرت من جوازات من ناحية الجوازات، هل هذا يشمل عليها الغرامة ولا لا؟ واضح. جزاك الله خير أحمد. في مداخلة ثالثة منو معانا؟ سعيد تفضل. سعيد السلام عليكم. مرحبا سعيد تفضل. الله يعطيك العافية. أنا عندي بنتي فيها الليمفانتايل سباسم، يعني فيها زي الاختلاج. فرحت عند كذا شركة من الشركات الكبيرة هذه، فكلمتهم يعني كفرد، شركة ما توفر لي هذا البنتي تأمين، فرحت عند الشركات هذه كلهم يقولوا لي احنا ما نعمل لك شيء. فكأنهم يعني يقولون اطلع من عندنا، ما نعمل لك شيء، احنا بس شركات. اوكي واضح يا سيد. ابدا ما في اي قبول. طيب انا رحت عند شركه واحده بس الوحيده، بعد يعني شخص كان خبره في التامين قال لي هذه الشركه الوحيده ممكن تقبل الفردي. كلمت الشركه هذه بالتليفون، رسلتهم بالايميل، في الاخير قالوا لي طيب هل بنتك فيها شيء؟ قلت ايه نعم فيها كذا كذا كذا. قالوا لازم انك ترسل لنا تفاصيل وكذا، فارسلوا لي مثل الاختبار النهائي للمدرسه. فصار عندي تصور أن يعني الشركات هذه ما تريد تعمل تأمين للمرضى الذي هم يحتاجون، بس تبغى تعمل للناس اللي ما يمرضون. أتمنى أن هذا التصور مش صحيح. واضح. واضح. ما أدري إيش الحل الآن. أنا أضحي للموضوع. تسمع تسمع الإجابة. لو إذا الضيف يقول لي مثلا روح عند كذا الشركة الفلانية كذا
مع أنه مش مسؤول. واضح سيد. أنا على طول أروح. واضح سيد. استفسارك واضح سيد. هذه واحدة بس. شيء وحيد بس. معلش. شكرا. الآن أنت لما تأخذ من على الستاندرد. سيد عندي قائمة مكالمات بس اختصر لي الله يخليك تفضل. ما راح أطول إن شاء الله. لما تأخذ على الستاندرد 550 وفي نفس الوقت مثلا راح تأخذ مني من على فرد من العائلة خذ مني 3 أضعاف خذ مني 1500 الأسعار تتكلم عن 5800 6000 سعيد على نفس الموضوع هذا نفس موضوع البنت ولا موضوع آخر نفس موضوع البنت خلاص يعني واضح بالنسبة لي جدا واضح شكرا جزيلا مو عندنا أبو طلال ناخذ أبو طلال دكتور ونرد على الإجابات هذه تفضل أبو طلال السلام عليكم يا هلا كيف حالك يا طيب طول عمرك تفضل يا سيدي طال عمرك أنا متزوج حرمة واحدة نعم من دولة عربية وعندها عيال من زواج سابق نعم فحاليا يعني الحرمة على أساس أنها زوجة مواطن عندها اللي هو تأمين سعادة ولكن العيال أنا مسوي لهم تأمين ولكن مش في إمارة دبي فهل هذا يتعارض مع القانون ولا غيره نحن نسكن في دبي وأنا من دبي طيب واضح إقامتكم من دبي؟ اي نعم من دبي يعني اقامتهم صادره من عند شركه ثانيه دكتور مسوينا من برا طبعا ما في مشكله طيب بطلال شكرا لك طيب نرجع دكتور عند ابو حمد كان يتكلم عن بطاقات الهيئه بطاقات هيئه نعم. الصحه طبعا بالنسبه لمواطنين الامارات الاخرى اللي يستفيدون من خدمات هيئه الصحه من خلال البطاقه الصحيه اللي تقدمها هيئه الصحه لجميع المواطنين ما في اي اختلاف بالنسبه للموضوع هذا الزاميه التامين الصحي على الاشخاص اللي عندهم اقامه صادره من اماره دبي طبعا هذا ما ينطبق على المواطنين ولا ينطبق على الخليجيين كذلك يعني الخليجيين اليوم يستفيدون من خدمات الهيئه المواطنين من الامارات الاخرى يستفيدون من خدمات الهيئه الإلزامية في تطبيق قانون الضمان الصحي في إمارة دبي على الأشخاص اللي تصدر لهم إقامات من إمارة دبي وبالتالي إذا كان مقيم مثلا من دولة عربية أو من دولة أجنبية أو غير ذلك دام أنه عنده إقامة صادرة من إمارة دبي فينطبق عليه قانون الضمان الصحي أما بالنسبة للمواطنين من الإمارات الأخرى أو الخليجيين اللي يحصلون اليوم على الخدمات في هيئة الصحة من خلال بطاقة هيئة الصحة ما في عندنا جميل وكان يتكلم عن الزائر إلى إمارة دبي نعم بالنسبة للزائر طبعا اليوم تعرف ما شاء الله إمارة دبي وجهة سياحية عالمية ويمكن يصل عدد الزوار أو وصل في العام الماضي إلى حوالي 14 مليون زائر نسبة كبيرة من الزوار اليوم عندها تأمين للحالات الطارئة لكن في نسبة أكبر بعد ما تم تطبيق التأمين الصحي بالنسبة للزوار عليها هاي المرحلة عندنا هي المرحلة القادمة في مشروع التأمين الصحي لإمارة دبي اللي إن شاء الله تعالى بنهاية 2017 جميع الزوار القادمين إلى إمارة دبي راح يكون عندهم كذلك التأمين الصحي للحالات الطارئة التأمين الصحي للحالات الطارئة شو يقول لك اليوم إذا أنت مثلا عندك مرض عادي ما تقدر تروح تتعالج منه لكن إذا لا سمح الله صارت في حالة طارئة مضاعفة لمرض أزمة قلبية كسر حادث في الحالة هاي أنت تكون مغطى من خلال تأمين الزوار جميل دكتور محمد ابتدي نختصر في الإجابات زي. قدر الإمكان أحمد حسن كان يتكلم عن تجديد الوالد والوالدة وإن بعد نعم. 15 طبعا هو تبدأ الغرامات في 1-1 وبالتالي هو يقدر يشتريهم التأمين مباشرة من الحين بس هم شركة التأمين قالوا له يعني ما تفرق يعني هو عملية الربط بالإقامة هو فقط إجراء تأكيدي لتوفير التأمين لكن هو يقدر يبدأ معهم التأمين مباشرة أو عنده فترة 17 يوم هاي إنه يكمل فيها إجراءات وهي فترة أكثر من كافية أنه يأخذ التأمين ويخلص جراءاته إذا صار دكتور أنه تأخر وهذا والتأخير هذا خارج إرادته خارج إرادته بمعنى شو ترى إحنا اليوم الديدلاين أو الفترة النهائية كانت في شهر 6 ما في يعني حاليا خلاص من 1-1 يبدأ الربط تبدأ الاحتساب هي نعم زي. سعيد كان يتكلم عن بنت دكتور نعم. وفيها اختلاج وما شركة نعم. التأمين نعم. ما توفر لها التأمين أول شيء جميع شركات التأمين العاملة وعلى وجه الخصوص الشركات 9 اللي تختص بالباقة الأساسية لا يحق لها أن ترفض أي شخص يتقدم لشراء التأمين الصحي قانونا لا يحق لها الرفض وأي شركة رفضت يتواصل معنا عن طريق برنامج الشكاوي يدرج لنا البيانات وإحنا بناخذ رقم الأخ سعيد تحت الهواء وكذلك بنتأكد أن شركات التأمين تحل حالته أما عملية السؤال وهي نقطة وايد مهمة يجب أن الجميع يفهم لما تطلب منك شركة تأمين بيانات الحالات السابقة للتأمين ما يسمى بلغة التأمين الصحي pre-existing conditions أو الحالات السابقة عن التأمين القانون يقول لك أنه يجب على شركات التأمين تغطية الحالات السابقة على التأمين بعد 6 شهور من بدء أول باقة تأمينية
يعني اليوم فرضا شخص عنده مرض مزمن، يجب أن يبلغ شركة التأمين من قبل ما يوقع معها أنه والله أنا عندي المرض المزمن الفلاني. ما إخفاء أي معلومات عن شركة التأمين يعتبر مخالفة. هي نعم يعتبر مخالفة، وبالتالي من حق شركة التأمين في المستقبل إذا اكتشفت أنه كان عنده حالة سابقة على التأمين هو ما بلغ فيها أنها تلغي الباقة، أنها يعني تصير يرتكب هو مخالفة قانونية في الحالة هاي. يعني سعيد ما نتواصل معه تحت الهواء. سعيد تحت الهواء بساعده، لكن دائما لما تطلب شركة التأمين المعلومات لازم توفر، لازم توفر المعلومات لأنه يبدأ التغطية بالنسبة للحالات هاي بعد 6 شهور، لأن عقب بدش في مشاكل بالضبط أخرى. بالضبط. طيب أبو طلال دكتور كان يتكلم عن عيال زوجته. نعم. من زواج سابق غير صحيح. مواطنين. نعم، إذا هم عندهم إقامة صادرة من إمارة دبي إذا يجب توفير التأمين الصحي لهم. بس هو عنده إقامة تأمين من شركات خارج. نعم. في عندنا 50 شركة تأمين مرخصة في إمارة دبي، اللي هي أي شركة تقدم خدمات التأمين الصحي في الدولة هي مرخصة، لأن اليوم عندك 63 شركة تأمين مرخصة من هيئة التأمين للعمل في دولة الإمارات. جميل. منها 50 شركة مرخصة في الهيئة لتقديم التأمين الصحي. جميل. بغض النظر حتى لو الشركة كانت في إمارة أخرى ما في أي مشكلة. طيب أنا المكالمات اللي موجودة عندنا إن شاء الله على الانتظار دكتور بناخذها بعد الفاصل مباشرة، ومنحاول نختصر في الإجابات. عموما 600551414 و400 600 هي أرقام التواصل معنا، المسجات بعد ما نعطيهم وقتهم لا تحاتون. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. حياكم الله معنا مستمعينا الكرام، متواصلين معاكم في برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام. وأيضا موضوعنا اليوم التأمين الصحي، ما لنا وما علينا من خلال هذا التأمين، وموجود معنا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي للإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم. نحن نبتدي بالمداخلات دكتور، بناخذ 5 مداخلات وراء بعض، فالله يخليكم مستمعينا نختصر عشان نفتح المجال لأكبر عدد ممكن. أول مكالمة منو معنا؟ اسماعيل تفضل. اسماعيل السلام عليكم. يا هلا، اختصر لي اسماعيل. لا مو عمي، مثل الحين انا اسلم من الشؤون. اي زين، عندي 4 حريم. زين، واخذ من شؤون 13,000. زين، هذا 4 حريم وعندي 5 خدامات. 5 حريم يعني 4 حريم وافدات. زين، وعندي 5 خدامات عليهم تأمين كلهم. اسماعيل من الاخر. لا ما علي. ايه؟ بس ما اقدر اسوي في يوم في شهر يعني. كان عندك 6 شهور اسماعيل. ها دكتور؟ صحيح. والله هذا سؤالك بس اسماعيل؟ السؤال هذا هو؟ وعندي الخدمات اكثرين بنتي اقامتهم شهر 2 وشهر 3. اسماعيل التامين قايم، الاجابه هذه لازم تسوي. لا ما بس الحين عندي شهر 2 بنتي اقامتهم وشهر 3. طيب شو سؤالك؟ هذا هو السؤال، يعني كيف ادبر عمري خلال شهر؟ معاجي 13. طيب شكرا لك اسماعيل. شكرا. مشكور. يا هلا. منو عندنا؟ ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله. الو السلام عليكم. يا هلا. عليك بارك الله فيكم، وانتم منوهين بقالكم 3 شهور على موضوع التامين. احنا سؤالي هنا كيفيه تطبيق الغرامات، ايه الاليه او كيف حيكون تطبيق الغرامات لو ما حدش امن بعد 1/1/2017؟ شكرا لك ابو عبد الله. العفو. شكرا. من معنا؟ ابو عبد الله ثاني. يلا ابو عبد الله تفضل. الو السلام عليكم. يا هلا ابو عبد الله تفضل. اخوي انا بس بستفسر، انا سويت تامين حق الحرمه زين، وقلت لهم انا الحرمه حامل حاليا، هذا في شهر 6 الكلام. أوكي. قالوا لي التامين راح يغطي الولاده بعد 3 شهور من تفعيل البطاقه. قلت له اوكي، بس الحرمه في الولاده السابقه اضطرت تسوي عمليه تجميل، يعني رفع الرحم، لان كان عليها مضاعفات واضطرت تسوي عمليه تجميل للرحم. هل التامين يشمل في الحاله هذه؟ الحين الدكتوره قالت في المستشفى، قالت انه هذا لازم نسوي عمليه قيصريه، ما ينفع تصير ولادة طبيعية. طيب واضح. فالتأمين هل يغطي الولادة القيصرية؟ واضح. وإذا رفض وين واحد يتوجه؟ طيب شكرا لك ابو عبد الله. مشكور اخوي. سلام. صادق تفضل. صادق مرحبا اخوي. يا هلا، اختصر لي صادق. اهلين اخوي، انا من اصحاب جواز جزء القمر. جواز من في شهر 5. واقامت انا ازواج مواطنات وابناء المواطنات انا. وعندي بطاقة تحية المواطنين، هل لازم بطاقة ايش؟ بطاقة تحية المواطنين عندي وزارة الصحة. وزارة الصحة بطاقة من وزارة الصحة حكومية انا وعيالي. ايه. عن طريق زوجتي هي المواطنة. اقامتك وين؟ زوجتي. اقامتك وين يعني، وين صادرة؟ دبي. انزين، شكرا. شكرا صادق. طيب
عبد العزيز ونجاوب على الأسئلة. يلا تفضل عبد العزيز. يا هلا. السلام عليكم. كيف يا هلا عبد العزيز تفضل. الله يسلمك محمود. دكتور كيف الحال دكتور؟ يا عبد العزيز سؤالك. عبد العزيز ما عندي وقت. سؤالي أنا أريد أسأل تأمين لأطفالي. رحت امبارح أسلم شركة ثانية، رحت شركة إكسل ثانية، قالوا لي على الطفل 2800 درهم. إحنا يعني العمالة اللي راتبنا فوق ال 4000 يعني. كم طفل عندك؟ 700 600. ما لقيت يعني، عم ادور ما عم لاقي. اريد اسوي لاطفالي، دلوني يا الله يجزاكم الخير. حاضر حاضر يا عبد العزيز، شكرا شكرا. خلونا نجاوب على الاسئله ومناخذ المسجات بعدين المكالمات. اسماعيل دكتور كان يتكلم عن الشؤون وخمس خدامات عنده واربع حريم. يعني اعتقد يمكن الاجابه واضحه. هو ما في يعني نعم تم الاجابه عليه كذا مره من قبل. في مخالفات يعني على طول عندك؟ نعم. ان شاء الله 10 خدامات. نعم صحيح طبعا. يعني عندك بيزات تحط خدامات؟ يعني هو اجاب على السؤال بنفسه. ابو عبد الله كيف يتم تطبيق الغرامات؟ هذا سؤال كبير. نعم يعني هاي الآلية بتنشر بشكل خاص، بس اليوم يعني ما نبغى نركز على، احنا نركز اليوم على إجابة الأسئلة المتعلقة بكيفية الحصول على التأمين، نتأكد ان الجميع يوصل في الوقت المناسب. انا ما ادري ليش احنا دائما نفكر في الغرامة ما نفكر في أهمية الموضوع، لكن الآلية راح تنشر بشكل جميل. كامل في الوقت المناسب. التأمين للحرمة يغطي الولادة كان يتكلم. نعم. اذا اقرت شركة التأمين بان ستغطى عملية الولادة بعد 3 شهور سواء كانت قيصرية او غير قيصرية ما تفرق. صادق يقول هو من جزر القمر بتنتهي إقامته شهر 5 وإقامته. بالنسبة لحملة المراسيم أو حملة جوازات إمارة دبي ما في عليهم الإلزام، يعني هو يريد ياخذ خدماته في هيئة الصحة في دبي، فهو مش مطالب بتوفير التأمين لنفسه أو لأفراد. جميل. عبد العزيز كان يتكلم عن تأمين أطفاله. نعم تأمين الشركات التأمين. نعم. التسع شركات اللي نذكرها اللي هي مختصة بباقة العمالة كذلك توفر باقات منافسة لأفراد أسرة المقيم، تبدأ أسعارها من حوالي 650-700 درهم. بالتأكيد يقدر يحصل أشياء لكل شخص أقل من 1000 درهم، ويعتمد في النهاية أنت لما تطلب تشتري تقرر شو تبغى تاخذ. إذا تبغى باقة مثلا تعطيك مزايا معينة أعلى بالتأكيد سعرها بيكون أعلى. إذا تبغى الباقة الأساسية فأسعار الباقة الأساسية تبدأ من حوالي 750 بالنسبة لأفراد الأسرة. جميل. جهزوا للمكالمات يا جماعة الخير، بس خلوني أخذ الرسائل النصية هذه على السريع. أول رسالة تقول السلام عليكم، هل القانون بس في دبي ولا كل الإمارات الدولة؟ القانون محلي صادر من إمارة دبي. كيف آلية المخالفة وأي من أي جهة تتم المخالفة؟ ذكرنا هي طبعا مخالفة من هيئة الصحة، يعني يمكن كثير من ويمكن ورد السؤال كذا مرة أنهم يسألون الإدارة العامة الإقامة وشؤون الأجانب، هي مخالفة تابعة لهيئة الصحة مش تابعة لل. المهلة لأفراد الأسرة كذلك ولا عند تجديد الإقامة لهم؟ لا حاليا قبل 1/1 الجميع يجب أن يكون مؤمن بغض النظر عن وقت الإقامة. السلام عليكم، لدينا موظفين بشركات من مقيمي إمارة دبي لديهم بطاقات تأمين سارية صادرة من شركات تأمين خارج الدولة، وبإمكانهم استعمال هذه البطاقات هنا في الدولة لأي علاج، فهل تغني هذه البطاقات عن إصدار بطاقات تأمين من شركات تأمين العاملة في الدولة؟ يرجى الإفادة وذلك لتجنب أي غرامات. نعم هذا سؤال جدا مهم ويطرح كذا مرة. اليوم شركات التأمين اللي خارج الدولة ليس في قدرة الهيئة إثبات التغطية والتأكد من حصول الشخص على حقوقه. شفنا الكثير من الشركات هاي على الرغم أن تكون مثلا شركات عالمية وباقات كبيرة، في الوقت اللي يطيح فيه الشخص ويحتاج العلاج المكلف تنسحب شركة التأمين تقول لا أنا ما أعرفك، والهيئة في الحالة هاي ما عندها القدرة على حفظ حقوق الأشخاص، وبالتالي الشركات المرخصة من هيئة الصحة فقط هي اللي تعتبر مقبولة. هذا أعتقد نفس المتصل عندنا اللي شمل تأمين الولادة سواء طبيعية أو بعملية قيصرية. باقة التأمين الأساسية تشمل الحمل والولادة، وبالتالي أي باقة تباع في إمارة دبي تشمل الحمل والولادة. بخصوص أبناء المواطنات اللي عندهم بطاقة صحية من هيئة ذكرنا نعيد مرة ثانية يمكن حتى نضم دام منهم سواء حملة المراسيم أو أبناء المواطنات اللي عندهم بطاقات هيئة الصحة في دبي ما في أي. السلام عليكم، ممكن مشاركة بسؤال واحد؟ ممكن ترسل لنا السؤال. وواحد كان طالب أن أرجو الاتصال بخصوص التأمين لزوجتي، أنا أتمنى أن أنت تتصل فينا أو أعطني السؤال عن طريق المسجات. عندنا مداخلات. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله، تفضل تعرف عليك واعطني سؤالك. ابو محمد عندك لا يعني تلاحظنا مع شركة التأمين يعني الباقة، انا شفت المهولين لوزارة الصحة هيئة الصحة وهيرة رفض قال لك نحن ما نسويها. اعطني سؤالك ابو محمد شو هو بالضبط؟ السؤال شو بالضبط؟ شو اللي عوزوك فيه؟ 3-4 تأمينات طرشنا لهم على ايميل ما بيردون،
نحن متعطلين دهنا، المخالفات واصله 4 تعميمات، انا سجلت لهم اسامي اولادي كل شيء لسه ما يردون. هل الشركات التسع اللي ذكرناها من ضمن الشركات اللي من ضمن الشركات اللي نحن اعلنا عنهم ابو محمد ولا شركات؟ انا اخذتهم من مستشفى الراشد الفايل الاسامي كلها. يعطينا بيانات هذا واحنا بنتواصل معاه وبنتأكد. خذوا رقم ابو محمد الله يخليكم تحت الهواء، الدكتور بيتواصل معه. من معانا؟ الو 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 هلا، من معايا وسؤالك على السريع؟ السلام ورحمه الله. يا هلا، تفضل عبد الله. ونعم، تفضل عبد الله. نعم. سؤالي للاستاذ حيدر. هي. انا سلمك الله امنت عند شركه اسمها اكسل التامين والخدم. انا عندي 4 خدمات، وبعد ما أمنت عندهم أشوف يعني كل ما نصير عيادة وخاف، فتقول إحنا ما نقبل الشركة هذه، يعني كل ما رحنا يعني العيادات الأساسية اللي إحنا متعودين نصير لها يعني والمعروفة، يقولك أنا ما أقبل أكثر، ما أقبل ما أقبل. فيعني أنا الحين مثل تقول مثل متورط يعني وياهم. واضح يعني بعد الله. أبغي ألغي العقد ولا شو تنصحوني؟ لأن ما يقبلونك يعني. واضح بعد الله. واضح. يعني. دكتور إحنا نأخذ مجموعة أسئلة ورا بعض. تمام. عبد الله بس 4 خدمات. روح. انزين. جميل، تفضل. السلام عليكم. يا هلا. طيب انا وافد مقيم وقامتي بدبي، عندي تامين الي ولزوجتي ولثلاث اولاد، والباقي ما عندهم تامين. 2 بيدرسوا بالاردن عندهم اقامات، يعني اجباري اسوي لهم تامين، هم مش مقيمين في الدوله. وعندي 2 ما عندهم اقامات، ما عندهم اقامات ما عندهم تامين. واضح. وطول المدة أنا بسمع البرنامج إنه فقط للخدم والسائقين حاليا، المهلة تنتهي 31/12 لأولادك. للجميع. لأولادك. للجميع. لأولادك. جميل. أنا البرنامج جميل. يعني تابع. جميل. عشان بس أنا أخذ مكالمات تانية. سؤالك واضح بالنسبة لي تماما. في شيء ثاني؟ لا بس من أنا عارف إنه إذا بيجاوبنا على إن شاء الله الحين. نعم. مباشرة نقول للدكتور. نعم. التأمين الحين إلزامي لجميع الأشخاص اللي عندهم إقامة صادرة من إمارة دبي، أطفال، خدامات، جميع الفئات. نعم. جميع الفئات. أي جميع الفئات. نعم، شامل أفراد أسرة المقيم الموجود في الإمارة. عبد الله يقول أمنت أكسا. نعم. 4 خدامات. مهم اليوم جدا إحنا نقرأ عقد اللي هو بوليصة التأمين. في البوليصة في شيء اسمه شبكة مقدمي الخدمات. الباقة الأساسية هي باقة تسمى بالجي بي جيت كيبر، يعني في عيادات معينة توفر لديها الخدمة، ومن ثم إذا كان في حاجة للأخصائي من العيادة هاي تحول إلى الأخصائي. في ضمن الأوراق اللي عنده في البوليصة في شيء اسمه شبكة مقدمي الخدمات. دائما قبل لا يشتري الباقة يطلع على الشبكة هاي، يعرف شو العيادات اللي هو مغطى له. احنا نلزم جميع شركات التأمين ان يكون عندها شبكة منتشرة في جميع انحاء إمارة دبي، يعني ما يستوي ان منطقة معينة في دبي ما يكون فيها عيادة، يعني ما يستوي انت تكون ساكن مثلا في القصيص والعيادات اللي عندك في بر دبي او في مثلا جبل علي، بيكون عندك شبكة منتشرة في جميع انحاء إمارة دبي، واحنا نراقب هالشيء ونتأكد من حدوثه. طيب هل ممكن اعمل تأمين لزوجتي وابنتي والشغالة في مستشفى إيراني؟ المستشفى هو مقدم خدمة، التأمين يحصل عند شركات التأمين، يطلع إلى الباقة ويتأكد أن المستشفى اللي هو يباع أي مستشفى كان موجود ضمن الشبكة بالنسبة للباقة اللي يشتريها. ناخذ أبو محمد، تفضل أبو محمد. من فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوي عندي استفسار، في حالة كانت الفئة المساعدة خارج الدولة مثلا من شهر 12/11 وبترجع شهر 2 وجوازها والهوية وياها، هذه كيف أقدر أمنها الحين؟ أوكي شكرا. بس صورة الجواز والهوية هم المطلوبين للتأمين مش الأصلي. شكرا. محمد تفضل. السلام عليكم. يا هلا. الله يخليك. انا عندي العيال يعني وزوجتي تامين على الشركه، يعني مأمنين ضمن الشركه وعندي بطاقات تامين. الاقامات وين ابو محمد؟ محمد اقامات دبي. دبي. اقاماتهم دبي وما دبي. عندهم تامين؟ عندهم تامين عن طريق الشركه. اوكي كلهم خلص. شو انا المشكله بشتغل فيها مثلا؟ ايه شو المشكله يعني معتبر مأمنين ولا لازم الشركات المعتمدة عندكم؟ لا لا لا، الشركات التسع سلمك الله اللي ذكرناها هي فقط تختص بفئه العماله، اما بالنسبه لجميع فئات المجتمع عندنا 50 شركه تامين مرخصه في اماره دبي، وبالتاكيد هي واحده من شركات ال50 اللي مرخصه في الاماره. عندنا. شكرا محمد. محمد سؤالك واضح. وخل الشركه يعني لو سمحت بنعطيك اسماء الشركات مع نهايه البرنامج، مع نهايه البرنامج بذكرهم. من معانا؟
طيب دكتور السلام عليكم، خلنا نعطيهم ممكن حصل اسماء شركات التامين على السريع دكتور. نعم، الشركات التسعة اللي تختص بفئة العمالة هي أكسا، أليكو، عمان للتأمين، أورينت، رأس الخيمة للتأمين، دار التكافل، تكافل الإمارات، ضمان وإن جي آي. الشركات التسعة هاي تختص بباقة العمالة، يعني أي شخص يقل راتبه عن 4000 درهم يجب أن يتم تأمينه عند وحدة من الشركات التسعة. في 50 شركة تأمين ضمنها التسعة هاي وغيرها 41 تغطي أي شخص آخر في إمارة. اللي يبغي يتعرف على أسماء الشركات على الموقع الإلكتروني 842. نعم صحيح 843 أو من خلال الموقع الإلكتروني موجود اللست. زين عمار تفضل. عمار السلام عليكم. يا هلا تفضل عمار. لو سمحت بالنسبة للموظفين الشركات اللي إقامتهم قديمة كمان بيشمل إنه التأمين وشو الطريقة؟ إقامة دبي. إقامة دبي الله يسلمك. يعني شكرا. يعني من سنتين الإقامة شغالة. شكرا عمار شكرا. نعم. واضح. في مداخلة بعد ولا أخذ مسجات؟ طيب دكتور نجاوب على عمار موظفي. نعم. يجب على صاحب العمل توفير التأمين الصحي للموظفين قبل 1/1 طبعا إذا كان من الشركات الأكبر أوردي بادي الربط وبادي الغرامات. أي. أما بالنسبة للشركات اللي أقل من 100 موظف يبدأ الربط والغرامات على بداية 1/1/2017 يجب على صاحب العمل أن يوفر له التأمين بغض النظر عن متى بدأت إقامته. طيب شرطة دبي تخالف هيئة الطرق، تخالف بلدية، تخالف هيئة الصحة، بدأت الاقتصادية، تخالف القادم ممنوع. ها أنا 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 هذا أبغى أتوقف عند الدكتور أنا. نعم. لأن مثل هذه المسجات يعني يا جماعة الخير الحكومة لما تحط قانون معين تأكدوا أن هذا القانون يتم دراسته بشكل كبير. الآن أنت إذا ما أمنت إنزين ها دكتور إذا ما أمنت عندك خادمة أو كذا. نعم. إنزين 550 درهم ممكن شو يستوون 550,000 درهم ممكن. يعني أنا أعتقد يمكن الأسبوع الجاي أخوي محمود أني بعض الحالات من الأفراد اللي تعرضوا للمواقف هاي لأن عندنا عدد كبير من المواطنين تعرضوا للمواقف هاي ويضطر في النهاية أنه يدفع مبالغ كبيرة 60-70 ألف 50 ألف وبعدين يعرف أهمية التأمين. التأمين الصحي الصحة من الأشياء اللي هي يايتنك يمكن سنة سنتين أنت تحس لا والله أنا أروح الصيدلية أخذ دواء والأمور طيبة لكن في مرحلة من المراحل جميع الأفراد يحتاجون إلى العلاج ويحتاجون إلى الصحة والتأمين يقيق اليوم مبالغ كبيرة مثل تأمين السيارة. اليوم ما أصبح حد فينا يفكر والله أنا لازم أمن السيارة. لا يا أخي أنا أسوق أوكي وما حد بيدعمني وإن شاء الله تعالى يعني الله سبحانه وتعالى وفر لنا هاي الأدوات وهاي الآليات اللي يعني تساعدنا في النهاية والحكومة اليوم سهلت الموضوع وخلت التأمين متوفر للجميع بأسعار رمزية. أنا مستغرب دكتور يعني الشرطة لما تخالف ليش بتخالف؟ الهيئة التطرق لما تخالف ليش بتخالف؟ البلدية لما بتخالف ليش بتخالف؟ إنها مخالفة أصلاً يعني مخالفة قانونية. بلد قانون نحن. نعم. إنزين. وهذا اليوم جعلنا بلد متميز والحمد لله على مستوى المنطقة على مستوى صحيح. العالم نقود العالم في مقاييس التميز العالمي ومقاييس التنافسية. طيب الحمد لله في 5 دقائق عندنا دكتور. السلام عليكم. إحنا عندنا تأمينات عن طريق عمل الزوج بس بنت وحدة ما عندها لأن العمل يوفر لثلاث من الأطفال فقط بس كيف أسوي لها تأمين؟ يبون عوائل من خلال الشركات المذكورة. الشركات ليس من حقها رفض أي شخص حتى لو كان شخص مفرد حتى لو كان طفل من عائلة جميع الأفراد مش من حق أي شركة تأمين أنها ترفض تقديم التأمين الصحي وإذا شركة رفضت تواصلوا معنا وإحنا مسؤولين عن تعديل ذلك. والله اليوم ركضت أنا دكتور ما شاء الله سامحونا. أنا أبغى استسمح من المستمعين اللي شسمه اللي كنت أركض معاهم على المكالمات لكن دكتور نبغي نوجه الحين رسالة للمستمعين لأن حتى نوعية الأسئلة اختلفت دكتور. نعم معنا. صحيح نشوف يمكن في نضوج في نوعية الأسئلة إلى حد كبير يمكن كانت في الحلقات الماضية الناس تقول لك ها لازم أأمن ولا لا ليش يمكن صار في يمكن دخول أكثر في التفاصيل وزيادة الوعي بموضوع التأمين الصحي بموضوع الصحة عموما هو شيء مهم جدا. إحنا يعني في النهاية موضوع التأمين الصحي في المنطقة موضوع جديد وبالتالي مهم جدا أن إحنا نزيد الوعي ويمكن في الحلقات القادمة نبدأ نركز على التفاصيل هاي اللي فعلا تزيد وعي المستمع والمستفيد من التأمين الصحي بحقوقه وواجباته وطريقة الاستفادة المثلى من التأمين الصحي إن شاء الله تعالى. ناخذ منتصر دكتور كآخر مداخلة طبعا. عندنا في حلقة اليوم تفضل منتصر. السلام عليكم. يا هلا أنت آخر واحد بدلك تفضل يا منتصر. لو سمحت أنا عندي زوجتي وطفل واحد ومقيمين في أمريكا. نعم. عندهم تأمين من هناك فما يدخل الدولة إلا كل 6 شهور. نعم. فمفروض أسوي تأمين ولا لا؟
نعم، إذا عندهم إقامة سارية المفعول صادرة في إمارة دبي فهم يعتبرون رسميا مقيمين في الإمارة. إذا يدخلون فيزا زيارة هذا موضوع آخر، لكن دام إن عندهم إقامة سارية المفعول فهم يجب توفير التأمين الصحي المتوافق مع القانون. في كثير من الحالات بتلاقي شركات التأمين الأمريكية في عندها فروع محلية أو في عندها معاهدات محلية مع شركات محلية تعمل لها التغطية، فإذا كانت إحدى هاي الشركات بيكون التأمين اللي عندك مقبول محلي. جميل. كم رقم البرنامج؟ عاد الحين بنقول رقم البرنامج لكن على نهاية 600551414. السلام عليكم، كيف ممكن حصل على أسماء شركات التأمين التسعة؟ يرجى ذكر الأسماء بتمهل. أنا أتمنى منك تدخل موقعنا على أو حساباتنا على السوشيال ميديا DHA_Dubai DHA_Dubai. بوصي أسماء تحط لكم الجرافيك الخاص بالشركات بأرقامهم بالإيميلات مالتهم على حساباتنا في التواصل الاجتماعي. وعلى فكرة يمكن كلمة أخيرة أخوي محمود، كل الشركات أو أغلبية اليوم عندها الأونلاين، يعني تقدر أنت أونلاين تشتري الباقة، ما تروح توقف في طوابير الحين لأن بدأ الضغط طبعا على الشركات. أونلاين كل الخدمات والتأمين تقدر تحصله وأنت جالس في بيتكم. واحد يقول اتصلت بالشركات المنوعة عليها كلهم فوق 550 درهم، صح؟ صح، ما هي هاي الفكرة أنهم تبدأ الأسعار من 550 وطالع. نعم زين. عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ما شاء الله عليك دكتور، يعني من تين الاستوديو نركض معك على أساس أن نعطي وفرنا عليك الجم اليوم. عموما شاكرين لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي. مستمعينا أنا حاب أنوه أن سوف تبدأ العيادة الذكية على مواقع التواصل الاجتماعي معنا بعد قليل الساعة 11 إن شاء الله على حساباتنا DHA_Dubai. موضوعنا اليوم التأمين الصحي في إمارة دبي. اللي حاب يسأل أكثر، يعني كانت تينا كثير من الاستفسارات حول هذا الموضوع، اللي حاب يستفسر أكثر ممكن من خلال تواصله مع الهيئة عبر حساباتنا. مرد على كل أسئلتكم إن شاء الله عبر هذا البرنامج، وأيضا عن طريق البريسكوب صوت وصورة بتستمعون لهذه العيادة. مستمعينا في الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق الإعداد، أنا بذكرهم اليوم بالاسم بما أن عندي دقيقة، حسني البلاونة، يوسف سعد، وعندي نور نزال وحمدة المعيوف، وعندي شيمة تناك. شاكر لكم جميعا إعدادكم، وأيضا كل الشكر لمخرجنا محمد ناصر سليم وعيسى سبيل بعد كذلك يالس بعد يساندنا، جزاك الله خير. ناصر محمد سليم يا أخي أنا مشكلة، يعني أبوك صديقي شو أسوي. عموما هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ونلقاكم إن شاء الله اليوم شو الأربعة اليوم، باكر الخميس بنشوفكم على الباكر. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.